كن يعني هانا الله ادى لك عقل، هانا عقل، فكر بعقلك، مش بطيزك، فكر بعقلك. اش بتفعل السعوديه؟ بتفسد في الارض، تشتي تنسف الاسلام، تشتي تنسف الاسلام. باقي يردوا الاسلام السعوديه، ها احسبوا 10 سنين، ها اذا ما ردت الاصنام اي ردوا الاصنام ويقوموا ابو لهب، اي قوموا ابو لهب من القبر، يقوم قوم 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 اعلو هبل. السعوديه باقي يردوا الاصنام ويقوموا ابو لهب، يشتوا يردوا الاصنام بالغصب، ويردوا ابو لهب ويردوا الكفر. هم السعوديه هذه قريش، قريش اول من قاتلوا النبي وحاربوا النبي هو قريش، السعوديه قريش. بتفسد بتفسد بت بتتشرمط بت والمشايخ يطلعوا لك ايش ما قال الملك احناها بعدها، ايش ما قال بيفتضحوا، والمشايخ والعلماء حق السعوديه بيفتضحوا كل يوم اكثر واكثر، لهم خزي في الحياه الدنيا وفي الاخره. هذا واحد شخص سعودي بيصلي في الحرم، بيصلي بالناس في الحرم، ضرط ندع ضرطه وهو بيصلي بالناس في الحرم. شاهدوا الفيديو. الله أكبر، الله أكبر. انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة. ضرط في الحرم، هذا شيخ، شيخ من مشايخ السعودية، ضرط في الحرم، لهم خزي في الحياة الدنيا، قال الله لهم خزي في الحياة الدنيا، أي خزيهم الله في الدنيا. ها ضرط، ضرط وقال لهم انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة. يصير والله لو أنا أبك لا أكمل أضرط وأسافر ألمانيا، أعيش في ألمانيا، أبيع برعي في ألمانيا، ولا أسير ألمانيا أبيع بلس، ولا عاد أرجع السعودية، ولا عاد أدخل الحرم بعد الضرطة هذه، بعد أدخل السعودية. إمام جامع ضرط، لا ضرط الإمام خري المصلي، لا ضرط الإمام خري المصلي، يعني الإمام بيضرط ما عاد أتوقع من